التضارب، وهذا استعمال. طبقا للتعليمات رئيس الجمهورية المجيد تبون، كلفني بإنشاء لجنة مستوى مجلس الأمة، وهذه ثقة كبيرة يعني في الحقيقة، لبحث وتحقيق حول الوضع اللي تعيشه الجزائر حاليا. بعد اجتماع تاع المكتب وضعنا برنامج محليا ووطنيا، راح نزور كل الولايات الحدودية، لأن التهريب تاع المواد للخارج حول الحدود يعني من الطارف حتى البشار، نضم 7 ولايات ولا 8 ولايات اللي راح نزورها، زايد أيضا باتصال مع أعضاء الحكومة باش نطالع في كل قطاع ما هي المهام نتاعو، وين كان الخلل، كيفاش التكامل ما بين القطاع هذا والقطاع هذا اللي تمس المواد الغذائية، سواء اللي منتوجة في الجزائر أو اللي مستوردة من الخارج.